اهلا بكم في حلقة جديدة من الاجندة. اليوم هو الحادي عشر من اغسطس للعام 2018. من الاخبار المؤسفة التي تطل علينا هذه الايام خبر الاشتباك الدامي الذي اندلع صباح الثلاثاء الماضي بين جنود تابعين لقوات امن الشرعية ومسلحين قبليين في احدى نقاط التفتيش الواقعة بين محافظتي مأرب والبيضاء. روى مصدر أمني أن ثلاث سيارات تحمل على متنها أكثر من 22 مسلح معظمهم من قبيلة وايلة بمحافظة صعدة وبينهم شيخ كبلي يقول المصدر أنهم قدموا من طريق البيضاء باتجاه مديرية الوادي بمأرب وبحسب هذا المصدر فإن أفراد النقطة الأمنية الواقعة في منطقة الفلج بالمدخل الجنوبي المدخل الجنوبي لمأرب يعني طلبوا تسليم اربعه مطلوبين امنيين كانوا موجودين ضمن المسلحين على الاطقم الا ان المسلحين رفضوا واصروا على العبور من النقطه. وحصل الاشتباك. هذه روايه المصدر الامني من جهه وللمسلحين روايتهم الخاصه طبعا. وقد خاضت وسائل الاعلام والسوشيال ميديا في الموضوع بشكل واسع يعني احنا ما نشتيش نكرر ما قيل. ولا يهمنا الان التحقيق في المساله فقد قامت برامج القناه البرامج الاخرى لها قامت بهذا الواجب وزياده. اما نحن في هذا البرنامج فسنعتبر هذه القضيه مجرد خيط يقودنا الى الحديث عن القضيه الاكبر والاعمق التي شغلت المثقفين طوال الوقت في اليمن والوطن العربي. اعني قضيه العلاقه العلاقه الشائكه بين القبيله والدوله. سنحاول مقاربه هذه المساله بطريقه بسيطه تخدم الوعي السياسي لدى الجمهور العام في اليمن وما يهمناش جمهور النخبه لانه فاهم امور كثير دون ان نقترب من الاوتار الحساسه التي ربما تناسب الدراسات والبحوث اكثر مما تناسب برنامج تلفزيوني عام يعني سنناقش في هذه الحلقه مفهوم القبيله وعلاقه هذا المفهوم بمفهوم المجتمع المدني وعلاقة المفهومين بمفهوم الدولة والدولة المدنية تحديدا التي نسعى إليها وهل صحيح أن القبيلة عائق أمام الدولة أم لا ثم نتحدث قليلا عن موقف الإسلام نفسه من فكرة القبيلة بحسب ما نفهم من النصوص المتاحة والمتوفرة وأخيرا نتحدث عن الحل الذي يخرجنا من هذه المتاهة سنناقش كل هذا وغيره في محوري هذه الحلقه فكونوا معنا. كثيرا ما نسمع المثقفين يتحدثون عن مشكله القبيله والدوله وكثيرا كثير من هؤلاء المثقفين يعتقد ان القبيله هي احدى عوائق نشوء الدوله بمفهومها الحديث في الوطن العربي. يمكن اغلب المثقفين على هذا الاعتقاد. وهو اعتقاد غير صحيح او غير دقيق في حقيقه الامر كما يقول مثقفون اخرون مثقفون اخرون اكثر تحقيقا وفحصا للمساله منهم الدكتور عزمي بشاره الذي يعتقد الدكتور عزمي بشاره يعتقد ان القبيله العربيه ليست سببا في اعاقه الدوله كما يتردد عند كثير من المثقفين بل يقول انها ثمرا لغياب الدوله بالاحرى يعني لما تفشل الدوله في القيام بواجباتها تجاه الافراد تجاه مواطنيها يلجا هؤلاء المواطنون للبحث عن الوحده السياسيه البدائيه التي تحميهم وتحمي مصالحهم الوحده السياسيه الكبيره هي الدوله لما الدوله تفشل في تقديم خدماتها وفي تقديم واجباتها للمواطنين هؤلاء المواطنون يرجعوا يبحثوا عن الوحده السياسيه الادنى اللي هي وحده القبيله فيضطرون للعوده كما قلت خطوه الى الوراء خطوه الى ما قبل الدوله اللي هي رابطه الى رابطه القبيله بعد ان فشلت رابطه الدوله بتعبير اخر الانسان لا يستطيع ان يعيش بمفرده من غير جماعه هذا امر معروف الانسان كائن اجتماعي كما يعرف لازم يكون موجود في جماعية يتبادل معها المنافع والحمايه تحميه يشارك في حمايتها والقبيلة طبعا هي أول وحدة سياسية اكتشفها الإنسان بعد الأسرة إذا اعتبرنا الأسرة وحدة سياسية والمفروض أن الإنسان يرتقي بعد ذلك ويكتشف الدولة يعني الإنسان بيبدأ يوجد في أسرة ثم قبيلة ثم دولة دولة هي آخر وحدة سياسية وأرقى وحدة سياسية اكتشفها الإنسان هي الوحدة الدولة هي الوحدة السياسية الأرقى إذا نجحت فكره الدوله سينسى المواطن على كتب القبيله واذا فشلت الدوله سيعود مره اخرى الى حضن القبيله ولهذا نقول على الباحثين ان يركزوا على اسباب فشل الدوله وليس على نموذج القبيله نفسها يعني وتجربتنا تجربتنا نحن اليمنيين في عقد السبعينيات من القرن الماضي دليل واضح على ان لدى اليمني استعداد ممتاز لاستبدال القبيله بالدوله. اذا شعر ان مشروع الدوله سيخدمه ويحميه، ممكن يتنازل عن القبيله ويلجا للدوله ويعتبرها هي المشروع البديل للقبيله. في فتره الرئيس الشهيد الراحل ابراهيم الحمدي شعر اليمنيون بان الدوله هي خيارهم الافضل. وظهر لديهم ظهر لديهم استعداد غير عادي لقبول سلطه الدوله والانصياع للقانون، الناس كانوا يستجيبوا للدوله بسهوله وللقانون الدوله وللانتكيت ولكل تقاليد الدوله كانوا يستجيبوا وصارت بينهم وبين وبين الدوله علاقه عاطفيه في اليمن، هذه ربما حاله نادره لانه فتره ابراهيم الحمدي خلقت لدى اليمني صوره مثاليه جميله للدوله. هي الصوره التي كان يحتاجها اليمني بالفعل انذاك عند بدايه تاسيس الدوله الحديثه بعد فتره الامامه وفتره الفتره المضطربه من الجمهوريه كانت بدايات التاسيس الحقيقي هي ربما مع ابراهيم او قبل بقليل الدوله التي تحميه وتنظم حياته في الداخل وترعى مصالحه وكرامته في الخارج هذه كانت دولة إبراهيم الدولة التي يظهر رئيسها خادما محبا لأمته يروح يغرس شجر يتكلم بود مع المواطنين وبتواضع يصنع في ثلاث سنوات ما لم يصنع غير في عشرة السنين الدولة التي تحلق طائراتها المروحية في الأعياد الوطنية اللي ترمي على المدنيين في المدن وفي القرى ترمي عليهم أكياس الحلويات وتنشر البهجة بين الناس هذه الدولة بهذه المواصفات خلقت رضا اجتماعي واسع عنها في اليمن والرضا الاجتماعي يقود الناس إلى الرضوخ للدولة بعد مقتل الحمدي تراجعت محبة الدوله تراجعت محبة الدولة لدى اليمنيين واستمر هذا التراجع بشكل متزايد مع حكم علي عبد الله الصالح كلما طالت فترة حكمه كانت يحصل تراجع في العلاقة العاطفية بين اليمني والدولة لماذا؟ لأن علي عبد الله الصالح خان حلم اليمنيين في الدولة علي عبد الله الصالح أخذ اللوحة الفنية التي رسمها ابراهيم الحمدي في اذهان الناس عن الدوله ولطخها بالقاذورات. لو فنية جميله كان ابراهيم رسمها، اخذها علي عبد الله صالح ولطخها بالقاذورات. وهكذا تراجع الرضا الاجتماعي عن الدوله عند اليمنيين، لان اليمني لم يعد يشعر بان الدوله تخدمه او تحميه. اصبح مقتنع اليمني بان الدوله تدار من قبل عصابه فاسده تاخذ كل شيء وتعطيه الفتات. تراجع مؤشر التنميه في كل شيء بعد في في عهد علي عبد الله الصالح بعد ان كان في حاله صعود مستمر ايام ابراهيم اصبح في عهد صالح في تدهور مستمر مؤشر التنميه في كل شيء في التعليم في الصحه في الاقبال على الحياه في الامل ولهذا عاد اكثر اليمنيين الى حضن القبيله مره اخرى لماذا لان الوحده السياسيه المتوفره لحمايتهم الدوله ما عاد بتحميهم وما عادش مأمونة ما في ضبط وفي مسؤولين بيعتدوا وبيأخذوا حقوق وفي بلطجة صارت دولة بلاطجة فرجع المواطن لحضن القبيلة مرة أخرى وهنا يظهر أو يبدو مظهر من مظاهر خيانة علي صالح ونظام لليمن هذا واحد من مظاهر خيانة لليمن علي صالح أفشل الدولة ولطخ صورته الجميلة التي كانت بدأت تترسخ في أذهان في الذهنية اليمنية وفي النهاية سلم الدولة والجمهورية لأعداء أعدائها للإماميين كل هذا علشان ينتقم من الشعب الذي ثار عليه وعلى فساد نخبته هذا هو السبب الحقيقي للردة الاجتماعية التي حدثت في اليمن من حلم الدولة إلى حضن القبيلة وهذا واحد من أهم الأسباب اللي خلت الجيل من الشباب اللي عاش في فترة علي عبد الله الصالح ونشأ فيها يرتد إلى حضن الإمامة لأنه ما عرفش خير الجمهورية ولا شافه ولا ذاكه القبيلة في وجه من الوجوه هي نقيض المجتمع المدني والدولة هي أول شكل من أشكال المجتمع المدني ما هو المجتمع المدني؟ المجتمع المدني هو الذي تقوم الروابط بين الافراد فيه على اساس الوظيفه والمنفعه، العلاقه بيني وبينك داخل المجتمع على اساس الوظيفه او المنفعه. مجموعه فئات، فئه الاطباء، فئه المهندسين، فئه السياسيين، فئه المتعلمين، الروابط بينهم هي روابط منفعه ووظيفه وليس وليست روابط دم وقرابه. الذي يربط الفرد باسرته هي رابطه الدم والقرابه. والذي يربط الفرد بقبيلته هي ايضا رابطه الدم والقرابه. اما رابطه الرابطه بين الافراد في الدوله والمجتمع المدني فهي رابطه المنفعه. الا اذا كانت الدوله طبعا عرقيه عنصريه مثل اسرائيل وما شابه. العلاقه بين الافراد في الدوله المتقدمه المستقره الناميه هي علاقه منفعه لا علاقه دم وقرابه. خدمني اخدمك. ما يهمهمش في اوروبا مثلا ابن من انت؟ ومن اي قبيله انت؟ هذا كلام ما يعنيهمش. المهم هو هل انت مواطن صالح ولا لا؟ المواطن الصالح عندهم هو المواطن الذي يحب بلده، يلتزم بقوانينها، يسعى لخدمه نفسه ولخدمه مجتمعه، هذا هو المواطن الصالح. ولهذا ممكن يترشح مواطن يمني من اب لمنصب سياسي في أمريكا ما عندهمش مشكلة أو تترشح راعية غنم عربية مغربية وتحصل على منصب وزير في فرنسا ولا في أي مكان ما عندهمش مشكلة لأنه المجتمع عندهم هو مجتمع المواطنة مش مجتمع العرقيات ما هي كبيلتك ومنين أنت هذا هو المجتمع مجتمع المواطن الذي ارتكى إليه العالم المتقدم العالم المتقدم جرب كل الأنظمة اللي احنا جربناها وتجاوزها ووصل الى النموذج الارقى وهو من نموذج المجتمع المدني، مجتمع المواطنه. وهذا هو المجتمع الذي كان من المتوقع كان من المنتظر ان تصل اليه المجتمعات الاسلاميه لو لم تحدث الرده الكبيره عن قيم الاسلام الى قيم القبيله، حصلت رده في المجتمعات الاسلاميه عن قيم الاسلام الى قيم القبيله في القرون التي تلت قرن الصحابه. عصر التالي للصحابه. استيقظت النزعات القبليه واستيقظت النزعات العنصريه وبدات يعني تتركب آه وتنشا نزعات جديده ما كانت موجوده من قبل مثل النزعه الهاشميه. اول مجتمع سياسي مدني نشا في وسط الجزيره العربيه هو المجتمع الذي اسسه النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المدينه المنوره. وثيقه المدينه المنوره الشاهد على ذلك. يعني النبي تحرك في اتجاهين لخلق مجتمع مدني في المدينه المنوره، تقوم على العلاقات فيه على اساس روابط المنفعه والقيم الدينيه. وليس على اساس العرق والقبيله. الاتجاه الاول الذي تحرك فيه النبي هو دمج الوافدين المهاجرين دمجهم في السكان الاصليين في المدينه. عن طريق ما يسمى بالمؤاخاه بين المهاجرين والانصار. المؤاخاه بين المهاجرين والانصار كان هدفها او كان هدف هذا الدمج في المقام الاول ازاله رواسب الجاهليه الموجوده في النفوس لو عادها موجوده هذا انت من كذا وانا من كذا وانا اصلي كذا وانت اصلك كذا حاول بالمؤاخاه ان يزيل هذه هذه الرواسب كان فيهم بلال الحبشي اللي من الحبشه وكان فيهم سلمان الفارسي وكان فيهم صهيب الرومي وكان حصل دمج مع السكان الأصليين في المدينة اليوم هم الأوس والخزرج وغيرهم التفاخر بالأنساب وتغليب رابطة الدم هذه الحالة البدائية على الروابط الأخرى الأكثر رقيا هذه كانت تجاه الاتجاه الاخر الذي ذهب فيه النبي في المدينه كان وضع دستور مدني ينظم علاقه السكان داخل المدينه، سماه الوثيقه، وثيقه المدينه. سكان المدينه كانوا مهاجرين يعني قرشيين، بعضهم غير قرشيين من جنسيات اخرى غير عربيه، وبعضهم عرب، وبعضهم يهود، وبعض... الى اخره. عرقيات كانت المدينه تكتظ بعرقيات مختلفه. حاول يدمجهم في مجتمع واحد وامه واحده، ولهذا السبب في رايي.. أطلق النبي محمد اسم المدينة على يثرب قبل دخولها كان قبل أن يدخلها قبل أن يهاجر إليها كان اسمها يثرب عندما دخلها غير الاسم إلى المدينة وبعدين أضاف المنورة فيما بعد لماذا غير اسمها أو غير اسمها لأن الغاية المثالية التي يسعى إليها النبي وتسعى إليها الرسالة النبوية الغاية المثالية هي إيجاد مجتمع مجتمع المدينة مش مجتمع القبيله هذه هي الفكره الاسلام يسعى الى ايجاد مجتمع القبيله المدينه بالفعل يعني مجتمع الاعراق المتعدده اللي يجمعها تحت رايه مثلا قيم واحده القبيله هي الاطار الجغرافي الذي يضم اكثر من عرقيه واكثر من دين هذه هذه المدينه مدينه هي الاطار الجغرافي الذي يضم مش القبيله عفوا المدينه هي الإطار الجغرافي الذي يضم أكثر من عرقية وأكثر من دين وأكثر من ثقافة. وهذا هو الفرق بينها وبين القبيلة وبين القرية في القرآن وفي اللغة. يعني القرية هي مجتمع قبلي بسيط ينتمي إلى عرقية واحدة. هذه القرية. أما المدينة فهي خليط مركب من الأعراق والديانات وربما الثقافات. ولهذا كان القرآن يتحدث عن يتحدث في قصة فرعون عن الرجل الذي جاء من أقصى المدينة وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى وجاء رجل من أقصى المدينة وهذا طبيعي لأن فرعون كان بيحكم مدينة ما كانش بيحكم قرية مدينة كان فيها أعراق متعددة أقلها المصريون وبنو إسرائيل هذا أقل شيء فيها وإلا فكان فيه جنسيات أخرى بعضها عربي أو هكسوس بقايا هكسوس وكان فيها ايضا ديانات متعدده هذه المدينه اللي كان يحكمها فرعون بجوار المدن الاخرى بدليل انه الرجل الذي جاء من اقصى المدينه وزوجه فرعون نفسها في القصر كانوا على غير عقيده فرعون يعني كان في اكثر من عقيده داخل هذه المدينه الشاهد ان الدين الاسلامي كما يتضح من النصوص في القران ومن السيره الاسلام كان منحاز لفكره المدينه ولفكره المجتمع المدني مش لفكره القبيله، ما كان ينحاز لفكره القبيله ابدا. كان يتعامل معها ويحاول يتعامل معها وما يتصادمش معها، لكن كان منحاز لفكره المدينه اكثر. منحاز المجتمع لفكره المجتمع التعددي المفتوح الذي يقيم علاقاته على اساس روابط المنفعه والقيم العليا. هذا ما يتجلى في الوثيقه التي وقعها النبي مع اليهود وقال احنا واليهود امه واحده في المدينه، امه واحده. مش على اساس هذا في مش على اساس الرابطه العرقيه او العنصريه كما يزعم الاماميون والذين الذين في قلوبهم مرض بالجاهليه ما كانش يهتم بالجوانب العرقيه هذه ولو ان الاسلام انحاز للعنصريه القبليه لفشل من البدايه لماذا؟ لانه كان سيضطر يختار قبيله يعلي من شانها على حساب بقيه القبائل وهذا لو حصل لو حصل لرفضته بقية القبائل العربية وقضي على الإسلام في في مهدة ما يمكنش يستمر كيف ممكن القبائل الأوس والخزرج تتكبل وهو جاي يعلي عليها شأن يعني قبائل أخرى ويقول لها هذه كبيرة فوقكم بأي منطق ما كانش حيقبلوه كان حيرجعوه لا بيعت عقبة ولا ولا ثانية لكن لأنه كان ينشد مجتمع مفتوح بدون عصبيات قبلوه وناصروه وموقف من الأعراب الذين وصفهم القرآن بالأشد كفراً ونفاقاً هو أيضاً موقف من الثقافة الأعرابية المتعصبة الجاهلية وهذا أيضاً يؤكد أن القرآن كان منحاز لما هو مدني أكثر وهكذا أينما اتجهت ستجد أن الإسلام كان يكف منحازاً لفكرة المدينة والمجتمع المدني يعني فكرة المجتمع المتعدد المفتوح على عكس ما يقوله الاماميون تماما طبعا هذا الكلام ينطبق على حاله كل القبائل باستثناء قبيلتين شاذتين هما القبيله الصهيونيه والقبيله الاماميه حتى لا نقول القبيله الهاشميه هاتان القبيلتان لهما وضع مختلف وشاذ كلتاهما عبارة عن حالة عنصرية تتغطى بالدين وتعمل على إعاقة بناء المجتمع المدني المتعدد قبل أيام أعلن الكنسة الإسرائيلي أن إسرائيل دولة قومية لليهود فقط يعني مهما كانت الدولة التي يعيشون في ظلها ناجحة أصحاب هذه القبائل مهما كانوا بيعيشوا في ظل دوله ناجحه فإن النزعه القبليه عندهم تظل حاضره، النزعه القبليه عند الصهاينه والاماميين تظل قائمه. الصهاينه رفضوا الاندماج في كل المجتمعات التي عرفوها. والسلاليون الهاشميون كذلك رفضوا يندمجوا في المجتمعات اللي عاشوا فيها وتحديدا في اليمن. مهما كانت الدوله التي يعيشون في كنفها ناجحه ما يهمهمش، لن يتركوا التفكير في بناء دولتهم العرقيه الخاصه. هذا مشروع مشكله، يظل عائق حقيقي امام نشوء الدوله. ولهذا نقول انه النزعتين الصهيونيه والاماميه نزعتان معاديتان للدوله العربيه. ولهذا ايضا نحذر بكل قوه من استمرار الحاله الحوثيه في اليمن. لانها اذا استمرت سيشهد المجتمع اليمني نقوص كبير من حاله الدوله والمجتمع المتعدد الى حاله الدولة المستبدة القهرية والمجتمع الأحادي مجتمع أحادي منطوي على نفسه وبالمناسبة النزعة العرقية عند القبائل العربية في الجاهلية كانت أخف من النزعة العرقية عند السلالية الهاشمية والسلالية الإسرائيلية كانت أخف إذا حسبنا فارق التطور الزمني لصالح الجاهليين طبعا تطور الزمن والوعي المفروض أنه لصالح الجاهليين لما لما تتطور يكون عندك هذا المسافة من الزمن تطورت فيها ووعيك ازداد المفروض انك تخف تخف عنصريتك لكن للاسف تزداد هذا معناه انه فارق الزمن لصالح الجاهليين حتى عند قبيله قريش نفسها يعني القرشيون كانوا يعتقدون انهم من نسل اسماعيل عليه النبي نبي اسماعيل عليه السلام لكن ما كانوا يحرصوا على مشجرات النسب مثل ما يفعل السلاليون الهاشميون عندنا في اليمن وفي غيرها حتى ان النبي محمد نفسه لا يعرف نسبه الى ابراهيم من بعد عدنان هو يعرف نسبه الى عدنان او الذين ارخوا له نسبه يتوقف عند عدنان وفقط وما بين عدنان واسماعيل غير معروف لانه ما كانش حريص على هذا التسجيل والتدوين ويسوي مشجرات لماذا لم يكونوا حريصين في مكه وفي قريش على تدوين المشجرات هذه اللي تنسبهم للانبياء لأنه المسألة عندهم لم تكن مرتبطة بمنافع سياسية، ما كانش الموضوع عندهم كان موضوع شرف، خلاص ليقال لي أنه إحنا ننتسب لقبيلة كذا ولا لإسماعيل، لكن ما كانش في مصلحة سياسية علشان يحافظوا على النسب الإسم مثل ما بيسووا السلاليين اليوم عندنا. هذا في منفعة سياسية وفي منفعة دنيوية. ولذلك تلاحظ أنه القبيلتين المهتمتين بالمشجرات النسب هما فقط القبيله الاسرائيليه والقبيله السلاليه الهاشميه. يعني مش السلاليون الهاشمية مش كل في في العالم هاشميين انتهت عندهم هذه المشكله. والقبيلتان لم يهتموا بهذه المشجرات الا بدوافع سياسيه كما قلت. يعني لا موسى كان مهتم بالمشجر ولا محمد. وما بدأ بنو اسرائيل يهتموا بالمشجرات مشجرات الانساب الا بعد انقسام دولتهم وضياعها. يعني بعد وفاه سليمان انقسمت الدوله وحصلت رده في المجتمع الاسرائيلي وانهار هذا المجتمع رده عن الدين يعني واعتنقوا اديان اخرى معظمهم. وبعدين جاء حصل لهم اسر وانهارت الدوله الدولتان ودخلوا في الاسر البابلي والاسر الاشوري. لما رجعوا بداوا يهتموا بحكايه الانساب علشان تاسيس الدوله والمصالحه الدنيويه ولهذا سجلوا نسب حتى نسب عيسى عليه السلام المسيح عيسى مع انه بيقولوا انه ابن الله لكن مسوي له نسب لداود يعني ما تعرفش كيف يقول يعني من ناحيه بيقول لك هذا ابن الله ومن ناحيه ثانيه بيقول لك ينتهي نسبه الى داود نسبه من جهته مش من جهه امه ولهذا لا يعرف لا يعرف من من نسب الاسباط ال12 الاسرائيليين لا يعرف من نسبهم اليوم الا سبط او يعني نسب سبط صبت او سبطين بالكثير الباقي ضاعوا ضاعوا في الاسر البابلي والاسر الاشوري ضاعت انسابهم يعني ما حد يعرف عنهم شيء دلاله هذا ما كانش مهتمين بالتسجيل الانساب ولا ولا كان تعني لهم شيء كلها مرتبطة بالدوافع والمنافع السياسية لا بالدافع الديني هذا مظهر من مظاهر التعصب القبلي قبيلة سلالية متعصبة لذاتها وعندما ونحن اليوم كعرب لا نعاني الا من هاتين القبيلتين، القبيله الاسرائيليه والقبيله الهاشميه. وعندما يحسم اليمنيون امر الدوله لصالح المجتمع المدني ستتلاشى هذه النزعه وتموت بالتاكيد، لانها ستصبح بدون جدوى. ما هي الجدوى من كل هذه الخزعبلات؟ اذا ما فيش مصالح دنيويه وسياسيه. وأنا من الناس اللي عندهم اعتقاد أن معالجة مشكلة القبيلة لا يتم عن طريق تجاهلها وإقصائها وإنما عن طريق ترويضها وابتلاعها في جوف الدولة الدولة تهضم القبيلة مثل ما يهضم الثعبان الضخم الكائنات الصغيرة مفروض هكذا مثل ما فعل الإنجليز الإنجليز كان عندهم مشايخ ولوردات وكذا سواء لهم مجلس وأعطوهم مجموعة صلاحيات و وبعدين مع الوقت بدأوا يسحبوا منه بعض الصلاحيات شوية شوية عن طريق مجلس نواب يمثل التجار والمواطنين العاديين إلى أن أخذوا كل الصلاحيات اللوردات المشايخ خلاص مجلس اللوردات لم يعد له كثير أهمية في بريطانيا اليوم لكن هذا الرأي طبعا يستثني القبيلة السلالية الإمامية لأنها مشكلة استثنائية لا حل لها إلا بمعالجة جذرية شاملة ونهائية هذا طبعا مش تناقض مني يعني انا ما مجتميز بين القبيله هذه وقبائل اخرى لا انا الموقف هنا يشبه موقف آه شيخ الفلاسفه الانجليز برتراند راسل هذا الرجل كان محب للسلام لانه بعضهم بعض الناس يقول لك انتوا ليش مصممين على الحرب وليش ما تحبوش السلام لا نقول له احنا مع السلام لكن مع السلام الحقيقي يعني من الشواهد الفيلسوف الانجليزي المشهور برتراند راسل عصر الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية كان في الحرب العالمية الأولى رفض رفض للحرب العالمية الأولى تماما وكان ضد دخول بلده في هذه الحرب لكنه وقف مؤيدا لبريطانيا في الحرب العالمية الثانية قال ادخلوا حربه لما سئل لماذا هذا التناقض قال قال ما معناه الحرب العالمية الأولى لم تكن لم يكن لها مبرر أخلاقي لم تكن حرب قانونية ما لهاش معنى لكن الحرب العالمية الثانية كانت مبرره لانه كان فيها نازيه قصابه يعني عرقيه في في نزعه عنصريه كان لابد من مواجهتها ضروره اخلاقيه كانت مواجهه النزعه العنصريه وطبعا النزعه العنصريه النازيه هي شكل مخفف من السلاليه العنصريه عندنا في الوطن العربي المشروع الامامي لمن يعرف اكثر سوءا واكثر خطوره من المشروع الناجي الالماني المشروع الامامي عندنا ولذلك الواجب الاخلاقي عندنا مضاعف في مقاومه هذا المشروع بجانب الواجب الوطني اعزائي المشاهدين سنذهب لفاصل ثم نعود لاستكمال حديثنا ابقوا معنا اهلا بكم من جديد. اذا كانت النزعه القبليه العصبيه القبليه، ثقافه القبيله، اذا كانت هذه الاشياء تمثل لنا مشكله في اليمن فالحل كما قلت هو الفرار الى الدوله، الدوله المدنيه. ولحمايه الدوله والمجتمع من الانزلاق مره اخرى الى حضن القبيله ينبغي ان نحصن الدوله والمجتمع بالنظام الحزبي. نظام التعددية الحزبية النظام الديمقراطي هذه هي اهم معالم خارطة الطريق الى المستقبل من هذه الزاوية وهنا يظهر وجه اخر من وجوه التقصير لدى النخبة اليمنية الاحزاب اليمنيه هذه الاحزاب لم تنجح في توطين مفاهيم الديمقراطية والمجتمع المدني بين اليمنيين للاسف هذه الاحزاب كانت مشغولة غالبا بقضايا أخرى إما من خارج اختصاصها أو في الدرجة الثانية والثالثة من الأهمية فما نستغربش اليوم إذا وجدنا شباب يمني درس في الجامعة يحمل الحزبية مسؤولية ما نحن فيه كل هذا بسبب الحزبية والنظام الحزبي هناك شباب يمني متعلم في الجامعات يعتقد أن الحزبية هي سبب مشاكلنا طبعا هذا لا يعرف ان النظام الحزبي هو اصلا صيغه حل وليس مشكله، لان الاحزاب المشكله ان الاحزاب فشلت في تنويره، في تعليمه هذا الكلام. ما يعرفش ان النظام الحزبي التعددي هو الذي يمتص العصبيات البدائيه في المجتمع ويحولها الى صراع ارقى. يعني المجتمع وبالذات المجتمعات البدائيه واللي زي مجتمعاتنا. اذا تصارعت يعني المجتمعات البدائيه لما تتصارع تكون صراعها مؤذي مؤذي جدا زي ما هو الحال في الصومال او في لبنان او في رواندا ولا في جنوب افريقيا من قبل وغيرها من النماذج في الهند وغيره الصراع سيظل موجود الصراع سيظل موجود في المجتمع ما لن يختفي سيظل موجود وكائن بين الناس لاسباب مختلفه والحل ليس التفكير في انهاء الصراع ما حد يفكر في انهاء الصراع لكن التفكير انه كيف نحول الصراع هذا من صراع بدائي الى صراع راقي كيف نوجه طاقه الصراع باتجاهات ارقى وهذا ما يفعله النظام الحزبي واحيانا ما تفعله كره القدم النظام الحزبي بيقول لك خلاص انتم بدل ما تتصارعوا بالكلاشينكوف وبالمدفع والدبابه والبازوكا تعالوا نتصارع بالصندوق والبرامج الانتخابيه كرة القدم كذلك بعض المجتمعات تفرغ طاقة المجتمع فيها كل واحد يتعصب لنادي في المجتمعات الديمقراطية يدير المجتمع صراعه الداخلي عن طريق النظام الديمقراطي الحزبي في بعض الدول المستبدة مثل الخليج يحاول النظام هناك أن يفرغ طاقة الناس وصراعهم طاقتهم السلبية ضد الحكومة يفرغها فين في الصراع الكروي أنت مع النصر وأنت مع الهلال أنت مع الأهلي وأنت مع الوحدة مع إلى آخره يعني الحزبية ليست سبب في الصراع وإنما مظهر راقي من مظاهر الصراع إذا ما إذا اختفت الحزبية يجي مظهر آخر أكثر بدائية وأكثر شراسة إذا لم يكن هناك صراع حزبي في المجتمع المجتمع حينتقل إلى آخر من الصراع القبلي نحن في اليمن انزلقنا إلى صدام دموي محلي لأننا تآمرنا على هذه الفكرة فكرة الصراع الحزبي استجبنا لشيطان علي عبد الله صالح وشيطان الحوثي وحولنا الصراع من صراع برامج وتغيير سلمي الى صراع قبلي جهوي مسلح في اليمن يعني مشكلتنا مركبه معقده جدا يبدو ان الوصول الى المجتمع المدني عندنا في اليمن الى الدوله المدنيه يبدو انه لابد ان يسبق السقوط كامل للدوله إذا سقطت الدولة الفاشلة سقوط كامل ربما يصل الوجع والاذى الى النخب السياسية التي افشلت الدولة عندها يعني ربما يدركون اهمية وجود دولة مستقرة وراشدة لما يوصلهم الالم والوجع وعلشان اكون دقيق في كلامي نحن بحاجة الى سقوط النموذج الريعي للدولة النموذج الريعي للدولة لانه نموذج فاشل وفاسد الدوله الريعيه هي الدوله التي تصرف على المجتمع تعول المجتمع مثل ما بتسوي دول الخليج وبقيه الدول العربيه احنا بحاجه الى دوله اخرى اللي هي دوله الضرائب الدوله الراسماليه دوله الضرائب يعولها الناس الناس هم اللي يصرفوا عليها وليس العكس الدوله الريعيه كارثه لانها تتحكم بارزاق الناس ومصائرهم اصرف عليك يعني اتحكم فيك دولة الضرائب لا تقول لك انت اللي بتصرف علي اذا انت اللي تملي علي شروطك وانت اللي توجهني هي خاضعة لارادة الناس الذين ينفقون عليها لاحظوا مثلا الفرق بين السعودية وكندا هذه الايام في الازمة اللي تنشبت بينهم شوفوا كيف تصرفت كل منهما كيف تصرفت السعودية وكيف تصرفت كندا عشان تعرف الفرق بين الدولة الريعية ودولة الضرائب السعودية قطعت العلاقات وألغت الاتفاقيات التجارية وقالت لسبعة ألف طالب سعودي في كندا قالت لهم وقفوا دراستكم ويلا ارجعوا فورا هكذا يعني في لحظة بينما كندا يعني راحت تدور على وسيط بينها وبين السعودية وتتكلم بهدوء ودبلوماسية وتقول لهم يعني ما يسبرش تسووا هكذا يعني تروثوا على رأي صاحبنا تروثوا او تريثوا لماذا؟ لانه السعوديه الدولة ريعيه تنفق على المواطن السعودي من جيبها. هي بتعتقد هكذا انها بتنفق عليه من جيبها. ما بتعتقدش ان هذه حقوقها. ومن ثم بتتحكم فيه. اما كندا فهي دوله ضرائب. الناس هم الذين ينفقون عليها، بيدفعوا لها ضرائب وينفقوا عليها. في المانيا هذه الايام بيدفعوا ضرائب للمطر، صوروا للمطر. ويقولوا له وبياخذوا الضريبه بحسب حجم الحوش حقك والسقف كم مساحته وعلى قدرها يقول لك لانه كيف احنا نشتي بعدين نعالج مشكله المطر هذه ونوجهها وكذا انت اللي تدفع وبحجم المساحه اللي معك حجم الحوش وحجم السقف هذه دوله الضرائب ولذلك المواطن يتحكم فيها الذين يتحكمون في القرار السياسي و يسالون رئيس الوزراء يقولوا له مثلا في في كندا لماذا غامرت بمصالحنا؟ لماذا عطلت مع السعوديه؟ هل لديك مبرر مقنع ولا لا؟ ولذلك لابد ان يكون خطابه هادئ ودبلوماسي ومقنع لانه مسؤول امام الناس. اما جلاله الملك وجلاله الرئيس وفخامته ما هوش مسؤول امام حد عندنا في الوطن العربي. يقول لك هذا شعبي انا حر فيه اغسله واكويه أعطف أسوي فيه اللي اشتي أنا حر من حق جلالة الملك ولا سمو الأمير من حقه أنه يعطل مصلحة سبعة ألف طالب ماجستير ودكتوراه وغيره في كندا في لحظة غضب حقه يعني سبعة ألف أسرة تتضرر هكذا في لحظة هل عرفنا معنى لما نقول دائما أنه دولة الضرائب والدولة الديمقراطية تحمي مصالحنا عموما تعالوا نشوف ما الذي قاله رئيس وزراء كندا وبأي أسلوب بيقوله عشان نعرف الفرق بين الرئيس اللي اختاره الشعب والرئيس اللي يعني جاء من الكواليس المظلمة تفضلوا كندا ستدافع دائما عن عمالها وشركاتها علينا دوما التاكد من اننا نقوم بحمايه المصالح الكنديه في اي موقف كان ما زلنا نتعامل مع حكومه المملكه العربيه السعوديه وكان لوزير الخارجيه محادثه طويله مع نظيره السعودي كما نواصل محادثاتنا الدبلوماسيه لكن كندا سوف تتحدث دائما بقوه وبوضوح علنا او بشكل خصوصي عن قضايا حقوق الانسان رئيس وزراء كندا بهدوء ودبلوماسيه قال سنحمي مصالح الكنديين وشركات الكنديين وسنظل نتحدث عن حقوق الانسان في نفس الوقت. طبعا انا مش هناقش الان هل كندا والغرب عموما صادقين في الدفاع عن حقوق الانسان ولا لا؟ ما بناقش هذا لانه لماذا لم يتحرك لسانهم بحقوق الانسان الا لما انسجنت الناشطه المدنيه في السعوديه؟ لماذا تجاهلوا تماما مئات المعارضين السياسيين ومشايخ الدين المعتقلين في السعوديه؟ مش حنناقش هذا الموضوع، لكن انما حبيت الفت الانتباه الى القضايا التي ركز عليها ترودو رئيس وزراء كندا. لانها بتبين بوضوح المرتكزات الاجتماعيه للدوله في الغرب، بيقول لك احنا المرتكز الاول عندهم هو مصالح المجتمع الراسمالي دافع الضرائب. احنا حنحمي هذه المصالح. المرتكز الثاني هو الديمقراطية وحقوق الإنسان يقول لك إحنا حنحميها حنتكلم عنها لن نتوقف مهما تضررنا يعني طيب لماذا؟ لماذا حقوق الإنسان والديمقراطية مهمة عندهم؟ لماذا قد يفرطون أحيانا ببعض المصالح من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان؟ هل هذا بسبب أنهم مؤمنين فعلا يعني عندهم دوافع أخلاقية ولا بدوافع سياسية ونفعية خالصة؟ طبعا من الواضح انه في اوروبا كلها وفي الغرب عموما الدوافع الاخلاقيه الدوافع نفعيه براغماتية يعني هم مؤمنين بالديمقراطيه وحقوق الانسان لاني بتنفعهم الاخلاق عندهم نفسها تستمد وجودها من المنفعه يعني ما ينفعك فهو جيد واخلاقي وما يضرك فهو غير جيد وغير اخلاقي وقد اكتشفوا انه حمايه حقوق الانسان في مجتمعاتهم تحديدا هو الذي سيحمي مصالحهم في نهايه المطاف هذه مساله معقده شويه مش وقتها الان. لكن هذا ما وصلوا اليه لما نحمي حقوق الانسان احنا بنحمي مصالحنا. هذه هي الفكره اللي نشتيها توصل للمجتمعات العربيه نشتي تفهمها انه توطين الديمقراطيه في المجتمع العربي وتوطين حقوق الانسان هو الذي سيحمي مصالحنا الفرديه والجماعيه، هو الذي سيحمينا من الانزلاق للحرب الاهليه كما يحصل اليوم. هو الذي سيحمينا من عبث الحكام وفسادهم هو الذي سيولد الرضا الاجتماعي لدى لدى المجتمع يعني الديمقراطيه ما هي زينه نتزين بها في وقت الانتخابات في وقت الاستقرار يعني كما كان يفعل النظام السابق عندنا الديمقراطيه وحقوق الانسان هي صمام امان المجتمع وليس الجيش كما كان يقول عليه عبد الله صالح الجيش صمام امان المجتمع طلع وهم كبير الجيش اي جيش في الوطن العربي ليس صمام امان المجتمع بدليل ان الجيوش في الوطن العربي اغلبها وقفت ضد شعوبها الحرس الجمهوري عندنا خان الجمهوريه وتحول الى حرس ملكي وحرس امامي يقاتل في صفه الديمقراطيه وحقوق الانسان هي صمام امان المجتمع لانه النظام المجتمع الديمقراطي كما قلت يحقق الرضا رضا الناس بمختلف طوائفهم وألوانهم ما في حد يشتكي ولا في حد يسخط وإذا رضي الناس استكرت أحوالهم واستكرت دولهم ولما نشوف الحكام الغربيين الذين يخدمون مصالح مجتمعاتهم بصدق وإخلاص نقول في في أنفسنا نحن مجتمعات تستحق ما يحدث لها نحن نكفر بأنعم الله كفرنا بأنعم الله وأول نعمة كفرنا بها نعمة الحرية والكرامة التي خرجنا من أجلها في 2011 وفي غيرها. شعوب لا تفكر في حريتها ولا تفكر في كرامتها لا تستحق غير هذا الواقع البائس الذي تعيشه. شعوب جائعة حافية مرهقة خرجت في مظاهرات تهتف بالروح بالدم نفتيك يا أيها الفاسد المستبد الطاغية الجاهل وتقاتل إخوانها الذي خرجوا من أجل الحرية تقاتل إلى جوار من يستعبدها ويقول لها أنت كائنات من الدرجة الثانية. هذه شعوب لا تستحق إلا هذا الواقع الذي هي فيه، والمثل يقول لا تزرع الشوك وتنتظر العنب، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، أرجو أن نلقاكم في الأسبوع القادم في أمان الله وحفظه.